السلام عليكم، ناخذ عينات المستنصرية على النيرون، تجمع من النيرونات اللي تكون ملتي بولر، عندها اقطاب هواية. شو نقول عنه؟ نقول عنه هذا جراي ماتر، لان هي دا تتجمع سوت لي جراي ماتر. زين، خلي اقرب اكثر عم اشرح احسن. شفت انه انا عندي ملتي بولر نيرون ويمها نقاط اللي هما نيروغليا، معناها شنو عندي؟ معناها عندي جراي ماتر اوف سباينال كورد. فمن يقول ايدنتيفاي ذا سلايد راح نقول له هاي جراي ماتر اوف سباينال كورد. زين، راح ننطي الفيوتشر اللي نشوفها انه احنا عندنا ملتي بولر نيرون، انه احنا عندنا نيروغليا. نفس الحكي هنا، هاي هسه هنا قربنا كلش على الملتي بولر نيرون. هاي اللي لونها ازرق، التصبغات النقاط اللي لونها ازرق اللي دا تنطي للخليه هذا اللون، هن نسل بادي. وهاي هاي شوفوا شكو قطب، ما بي شو اسمها، ما بي تصبغات. هسه هذا القطب ما بي تصبغات، معناها شنو هذا؟ معناها اكزون. اما اللي عنده تصبغ، اللي عنده نقاط، هذا شنو؟ لا هذا دندرايت. زين، هاي كلها دندرايت، بينما هذا اللي ما بي، لا هذا اكزون. اوكي، شنو هاي النقاط اللي هنا؟ هذول النقاط هما نيروغليا. اوكي، شنو هاي الالياف اللي طالعه جواهم؟ هاي الالياف هي الاكزونز مال الخلايا الثانيه. خلاص.